أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أتى شخص لاثنين يصليان وهو يريد يقول سلمك الله إذا أتى شخص لاثنين يصليان وهو يريد أن يصلي معهما، هل يدفع الإمام إلى الأمام ثم يصف مع المأموم، أم يكبر بجانب المأموم، أم يتقدم، أم يتأخر هو والمأموم؟ كله جائز، لهم أنهم يتأخرون عن الإمام، ولهم أنهم يقدمون الإمام ويصفونهم في مكانه، كله جائز إن شاء الله. نعم.